السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي في درس جديد من كتاب الرابعة ابتدائي الإنجليزية، دائما يونت 6 وحدة السادسة جيمز، يعني الألعاب، الألعاب التي نمارسها. رانا وي ار ناو ان بيج 66، يعني صفحة 66. عندي هنا كما تشوفوا النشاط الأول فيه صورتين، ها، وقال لي هنا، قال لي I read، يعني أنا أقرأ، and discover، و discover اكتشف، اكتشف. هنا عندي حوار في الصورتين بعنوان What are they doing؟ What are، يعني ماذا they doing يفعلون. هنا يقصد لي على الشخصين اللي في الصورتين. الصورة الأولى اللي على اليسار بالقميص الأخضر فيها نجيب، راه يتكلم في الطبلات، ها، مع صديقه جيمس الأجنبي، جيمس اللي راه بالقميص الأزرق في الصورة الثانية على اليمين. الآن يقول نجيب جيمس، يقول له هلو جيمس، يعني مرحبا جيمس. I am with my friends. I am with my friends، يعني أنا مع أصدقائي. At the playground، يعني في ساحة اللعب. At the playground، في الملعب، في الملعب أو ساحة اللعب. We are playing football، يعني نحن نلعب كرة قدم. فوتبول هي كرة قدم. We love it so much، نحبها كثيرا جدا. So much، كثيرا جدا. What are you doing، يعني ماذا تفعل أنت، ماذا تفعل أنت. الآن راح يرد جيمس ويقول له هاي نجيب، يعني أهلا نجيب. I am at the gym، يعني أنا في النادي الرياضي كما نشوف راهو في، يعني نادي قاعة يمارس فيها يعني الألعاب الرياضية. I am at the gym، نادي الرياضي. With my cousin Steve، مع ابن عمي أو ابن خالي، ها، في زوج صحاح في الإنجليزية نقول ابن عمي كازين، ابن خالي كازين، ستيف، يعني مع ستيف. I am doing workouts، أنا أقوم ب workouts هما التمارين الرياضية، ها. And he is running، يعني ستيف راهو يجري. On a treadmill، a treadmill يعني راهو يجري على جهاز الجري أو بساط الآلي للجري كما نشوفه هنا. Right، إذن هذا هو الحوار دار بين نجيب في الملعب و في البلاي جراوند، وجيمس في جيم مع ابن عمه الكازين ستيف، نادي الرياضي. الآن عندي نشاط ثاني وهو فاونيكس. فاونيكس، لكن أنا أقدر فقط قبل ما نمر في نشاط ثاني نجاوب على السؤال اللي هو عنوان What are they doing، ماذا يفعلون. نقولوا نجيب is with his friends at the playground they are playing football. Right، ونقولوا عن جيمس he is doing workouts، he is doing workouts، وhis cousin Steve is running on a treadmill. Treadmill، يعني حبينا نجاوب على سؤال What are they doing بالنسبة، قلنا نجيب راهو يعني he is playing football، يلعب كرة قدم، راهو مع أصدقائه في البلاي جراوند. أما بالنسبة لجيمس فهو ماذا في النادي، في الجيم، النادي الرياضي، ماذا يقوم بماذا؟ doing workouts، يعني بتمارين رياضية. وابن عمه ستيف راهو هو he is running on a treadmill، treadmill يعني بساط الجري الآلي. الآن فونيكس يقول لي نشاط read and repeat the words، read اقرأ and repeat كرر الكلمات the words. هنا عندي كلمات، ثلاث كلمات نقرأهم ونشوف الصوت اللي راهو يعني عليه هنا نتعلموه وركزوا عليه في هذا التمرين أو النشاط. عندي sugar، sugar يعني سكر. انظروا قلنا شو يعني او، شورت او، او. ثم عندي سوداوكو، سوداوكو يعني لعبة السودوكو، لعبة ذهنية شفناها قبل، يعني فيها سو وكو، يعني both are short o's، او او، سو كو، سوداوكو. ثم عندي ماذا؟ فوتبول، فوتبول. هنا كذلك عندي كرة قدم ننطقوا الحرف او، فوت، فو، او، شورت او. كيما نشوف هنا واش عندنا الان؟ عندنا شورت او في الانجليزيه
نكتبوها ويسباليت نكتبوها إما باليو كما في شوغر وسودوكو أو كذلك دبل أو يعني اثنين أو وكلهم يتنطقوا أنطقوهم يعطونا الصوت أو شورت أو شوغر سودوكو فوتبول good. task one تمارين الأول يقول لي circle the words that have the same sound يعني ضع دائرة حول كلمات that التي have عندها the same sound نفس صوت مثل football يعني sound اللي هو short o في الفوت o foot football right. التمرين الموالي task one تمرين الأول يقول لي circle the words circle معناتها ضع دائرة حول words كلمات that have the same sound التي لها نفس الصوت as مثل football يعني كلمات اللي عندها نفس الصوت مثل كلمة football football فيها صوت ماذا؟ صوت foot او يعني short او او القصيرة يعني اي كلمة كلمات المعطاة فيها او قصيرة مثل foot نضع حولها دائرة ثاني هنا أربع كلمات مع صور يعني انتهم أول كلمة على اليسار هي جيم جيم هنا يا نادي جيم قلنا قبل نادي لكن جيم ما فيهاش فوت أو شورت أو إذن هنا يا لنا دائرة حولها ثم أعطاني بوك بوك مثل فوت بوك فوت إذن هنا نضع دائرة حولها ثم عندي كوك طباخ كوك مثل فوت إذن هنا هي فوت مثل كوك نضع دائرة حول كوك ثم عندي بول كذلك مثل فوت يعني فيها شورت أو القصيرة نضع دائرة كذلك حول بول كما نلاحظ هنا كما شفنا من قبل أنه هذه شورت أو يعني الأو القصيرة نكتبوها إما دبل أو أو يو أو كذلك يستعملوا كذلك حرف اليو باش تعطينا هذا شورت أو شكراً.